صديقاتي أصدقائي الكرام، كلام جميل لبليغ حمدي في أقل من 30 ثانية واختصر كل التجربة الرائعة لفريد. بيقول فريد: حيقيم في يوم من الأيام كقيمة فنية عظيمة في العالم أجمع، ويمكن أن يكون هو من أول الناس اللي تسجلت له موسيقى في أوروبا. يعني خدوا جمل منه حولوها إلى مقطوعات موسيقية، يعني تجربة رائدة جدا وجريئة جدا، أعتقد يضيف ما حدش سبقوا إليها. أكتفي بذلك حتى نعمل فيديو أقل من 45 ثانية.